ازيكم كي جوانا؟ عاملين ايه النهارده؟ باذن الله هناخد مع بعض حرف ايه. حرف الغين. حرف الغين يا مستاره شبه حرف العين بالظبط، بس ايه، عنده نقطه صغيره. فاول الكلام يا مستاره بيتكتب ازاي؟ حرف الغين بيبقى نايم على السطر، بيتكتب نصه. طيب في وسط الكلمه زي ما اتفقنا شبه حرف العين، شبه الايه، المثلث المقلوب. طيب في اخر الكلمه، اخر الكلمه بيتكتب كله نص دايرة صغيرة فوق السطر ونص دايرة كبيرة تحت السطر وعنده نقطة. طيب هو ممكن كمان يمس الصورة في آخر الكلمة يبقى طالع منه ايد صغيرة بالظبط لو هيمسك في أصحابه، ولازم يبقى مقفول عشان هيبقى قبليه حرف من الحروف الايه، المتصلة. يبقى حرف الغين في أول الكلام، وسط الكلمة، آخر الكلمة، آخر الكلمة. طب لو كتبت حرف الغين وعليه حركة الفتح، صوته غ، صوته غ. حرف الغين تحتي حركة الكسر، صوته غي، صوته غي. حرف الغين وعليه حركة الضم، صوته غو، صوته غو، صوته غو. دي بقى غ غي غو، غ غي غو. طب فين أصعب حرف الغين؟ أول سورة معانا سورة ايه؟ غ غسالة، غ غسالة. ايه كمان بحركة الضم؟ غو غصن، غو غصن. حركة الفتح تاني، غ غزالة، غ غزالة. يبقى احنا خدنا اشكال حرف الغين، اصوات حرف الغين، وكمان اصعب حرف الغين. تعالوا نهم مع بعض كلمات جميلة لحرف الغين. اول كلمة معانا حرف الغين يا مستورة كلمة ايه؟ كلمة غين. غ ي م الياء ساكنة. ها ايه كمان؟ غصن، غو غصن. ها غيص، لو المطر غيص. طيب ايه كمان مستر بحرف الغين؟ في اخر الكلمة بقى كلمة ايه؟ صمغ. زي ما اتفقنا حرف الغين في اخر الكلمه لازم يبقى مقفول شبه المثلث المقلوب. يبقى احنا خدنا حرف الغين في اول الكلمه غي غص غيس، في اخر الكلمه كلمه ايه؟ صمغ. ازيكم كي جوانا؟ عاملين ايه؟ هناخد مع بعض باذن الله النهارده حرف ايه؟ حرف الظاء. ايه حرف الظاء ده يا مستوره؟ حرف الظاء دوت شبه حرف الطاء بالظبط، بس على راسه نقطه صغيره. شبه حرف الطاء وعلى راسه نقطة صغيرة. طيب ده شكله في أول ايه؟ في أول الكلمة. طب في وسط الكلمة يا مستورة طالع منه ايدين صغيرين زي بقية الحروف الايه، المتصلة. طيب في آخر الكلمة، آخر الكلمة بيتكتب منفصل لو قبليه حرف من الحروف المنفصلة، وبيتكتب ايه؟ متصل لو قبليه حرف من الحروف الايه، المتصلة. يبقى حرف الظاء في اول الكلمه، وسط الكلمه، اخر الكلمه، واخر الكلمه. طيب اصوات حرف الظاء يا مستوره، لو كتبت حرف الظاء وعليه حركه الفتح، صوته ظ، صوته ظ. حرف الظاء تحتيه حركه الكسر، صوته ظي، صوته ظي. حرف الظاء وعليه حركه الضم، صوته ظو، صوته ظو. يبقى ظ ظي ظو، ظ ظي ظو. طب عايزين نشوف مع بعض ايه أصحاب حرف الإيه؟ الظاء. أول صورة معانا صورة ظرف، ظ ظرف، ظ ظرف. إيه كمان معانا بحركة الكسر؟ ها ظي، حركة الكسر، ظي ظل، ظي ظل. بحركة الضم، ظو ظفر، ظو ظفر، ظو ظفر. طيب المفروض يا كي جي وان إن حرف الظاء بطلع فيه لساني، ليه؟ لانه من الحروف اللسوية، هو والثاء والزال. يبقى الحروف اللسوية الزال والثاء والظاء، الزال والثاء والظاء. بعد ما خدنا اشكال حرف الظاء، اصوات حرف الظاء، وكمان اصحاب حرف الظاء، هناخد مع بعض دلوقتي كلمات جميلة لحرف الظاء. اول كلمة معانا لحرف الظاء كلمة ايه؟ ظفر، اللي احنا لسه قايلينها. ظو الفاء ساكنه، زف الرو. معنى ايه كمان؟ معنى كلمه ظل،
سهلة جدا. ظل لو. ايه كمان يا نصورة معانا كلمات ظهر؟ ظ ه ر. ايه كمان معانا؟ معانا كلمات ظبي اللي هو اللي شبه الغزالة. ظبي. معانا ايه كمان يا نصورة؟ معانا كلمات ظرف. ظر فو. طيب حرف الظاء يا مسارة في وسط الكلمة، كلمة ايه؟ عظم. الظاء ساكنة. يبقى احنا خدنا دلوقتي حرف الظاء في اول الكلمة، كلمة ظفر، ظل، ظهر، ظبي، وظرف في اخر الكلمة في وسط الكلمة، كلمة ايه؟ عظمو.